علي صبحي شارع جهاز التحلية في سكان شرقي. تمام. نبدأ بجهاز التحلية. هنا حتة نحط المايه مغلي. تمام. انا لسه قدمت هنا كوبايه للثلج لان الثلج جزء من ضغط الحيط يعني مساعدي للحراره. تمام. وهنا انا بقى هحط الاساس لان الاساس هي دي عرضه مجمعه للشمس. مظبوط كده؟ جمع الشمس على المكان اللي انا عايزه. طب لو الشمس دلوقتي موجوده على الجهه الشرقي فانا قدمت على المرايه قدمت الفايبر بلس لان هو مانع لل ومتبين الجهاز بيطاقة مثلا مع الشمس وما بتقدرش تعمل رفض الفيديو. فدلوقتي هبدا اعدل في قطر الشمس اللي هو البقر هنا بتعمل كوندنس كريم. فطبعا دلوقتي انا المايه ديت انا محتاجها ومحتاجها البقر برضه زي هنا فبتعمل المرايات وبتعمل الشمس كده او اللون الابيض برضه بيحصل. خلاص ده الشمس ليه؟ هنا انا بحط الحاجه دي بقى مجمع عزب دلوقتي التسخين وهنا بقى هنا هنا بقى في منهم تمام تمام. يعني انت مش عايز تسخن الميه بعد ما اتحلت فبتبعد عن الشمس دي المرايه. كمان انت ممكن بلاستيك نقطه مش عارف مثلا تمام. طيب هنا بقى الشمس هنا مواسير حديد بتعمل اكتر حديد الحديد برضه زي ما عامل فعل واللون الاسود بيمتص الحراره. كذلك برضه العدسات المدمعه طبعا الميه بتيجي من هنا تخش على الحلقانيه تفضل الناس تدخل طبعا محتاجها بالليل. دلوقتي